التشكيلة عندما يكون تحت قيادة فنية المستشار منقوح الحجار. فما ها هي الليلة ومن يكون من صاحب النصيب الكأس، الكأس الغالية تتاعد، الكأس الغالية تنادي، فمن يكون لها البطل ومن يكون لها الوصيف في هذه الليلة. مش ممكن، خلونا نتكلم على هذا اللقاء من داخل نادي الأهلي في حضرة الجماهير وفي حضرة الضيوف. ما هنا نتكلم على الضيوف المكرمة. التحية لإدارة النشاط الرياضي الكابتن رامي محمد الرشيدي والكابتن محمود الكيري، لهم كل التحية والتحية. مباراة جميلة جدا، انتوا بتتمرنوا من ورانا على سيرة للتاريخ والتذكار. عندما تسلم على الكبار، عندما يكون النائب احمد ادريس والحاج محمود الحاج فراج طاير الكاميرات يسجل التاريخ لهذه المباراة الروعة، وأتمناها أن تتكرر من داخل جدران النادي الأهلي. أحمد إدريس رجل الأعمال المشهور، محمود إدريس اللواء عماد سكرتير عام المحافظة والحاضر نيابة على المحافظة.